داخل وخارج مملكة الصحراء، كما تحصلت على جوائز عديدة في الجودة وغيرها، كما أنها مصنفة ضمن الشركات ذات المستوى الرفيع، وهو أعلى تصنيف في المقاولات والإنشاءات العامة داخل مملكة الصحراء. ثانياً، بتاريخ 15 يناير 2023 تم إبرام العقد بين الطرفين، حيث تلتزم الشركة المحتكمة بتوريد 25 شاشة من النوع كيوليد وفقاً للشروط والمواصفات التي تم إدراجها ببنود العقد. أما ثالثاً، فبالتاريخ 2 فبراير 2023 أبرم الطرفان ملحق العقد لتوريد كاميرات الفاك وتطوير البرنامج الخاص بتشغيل الكاميرات، وقد اتفق الطرفان في هذا العقد على أن تقوم الشركة موكلة بتطوير البرنامج وفقا للمواصفات التي تم الاتفاق عليها لتأمين عدم تعرض البرنامج لأي اختراق. رابعا، التزمت الشركة موكلة بتنفيذ كافة الالتزامات المقررة عليها وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، في حين لم تلتزم الشركة المحتكمة ببنود العقد